حتى عندي ده النوت بوك دي جابت دي اللي كانت افضل حاجه يعني البيست سيلر عندي. انا لحد دلوقتي بصبر على فكره لسه ما وصلتش لحاجه توب، بس بجد ان هم يصبروا ويشتغلوا على نفسهم كتير قوي. هاي، انا تسنيم حسن وعندي مشروع هاند ميد وجرافيك ديزاينر برضو، فبعمل نوت بوكس. والموضوع بدا من انا اصلا حابه الموضوع جدا، موضوع الهدايا اللي هي بقت ورقيه دي ما بقتش موجوده كتير دلوقتي، فبقيت نوستالجيا كده شويه. بالظبط، فانا بلعب على الموضوع ده كتير بقى وبشتغل عليه كتير قوي. فبس وبعد كده انا اصلا جرافيك ديزاينر، فكنت بعمل نوت بوكس برضو بفكر معينه اللي هي بلانر بقى وكده. أيوة. بس فحتى عندي ده النوت بوك دي جابت دي اللي كانت افضل حاجه يعني البيست سيلر عندي، وبس جابت يعني فيوز كتير على تيك توك. على تيك توك. فبس طيب المشروع اصلا فكرتك جت ازاي؟ انت كنت بتعملي حاجات لنفسك وبعدين قلتي تطبعيها، ولا انت كنت اصلا غرضك؟ انا اصلا يعني بعمل لاصحابي من زمان، من وانا في ابتدائي بحب اكتب جوابات كتير قوي يعني، فبحب الموضوع ده وانا في ثانوي بقى وابتكر والكلام ده. فقلت لا انا عايزه اطلع الموضوع للناس يعني، عايزه الناس تعرفه كده ويتشهر. فالحمد لله يعني على الانستجرام جاب شويه، وبعدين بقى واحده واحده بشتغل على نفسي وكده، فالحمد لله. طيب قول لنا البيع عندك مثلا، الناس مثلا لما بتاخد حاجه بيكرروا الموضوع وبيعجبهم ولا بتشوفي ايه؟ في ناس، وبجد يعني الريفيوز انا بصراحه بتفاجئ منها ان هي بتكون يعني حلوه قوي. انا بحس ان الناس لطيفه قوي، وانا بصراحه انا شخصيه اصلا انتروفيرت مش اجتماعيه. ايوه فبحس ان اللي هو الناس بتقول لي كلام كده لطيف كتير، فبحس ان هو يا جماعه انتوا لطاف قوي. انا مش مصدقه بجد. تنصحي البنات بايه؟ ان هم عايزين مثلا يبداوا البيزنس بتاعهم او لو بيعملوا حاجه ان هم يصبروا بجد يعني. انت ولا من يوم ولا من شهرين ولا اي حاجه، بجد انا لحد دلوقتي بصبر على فكره. لسه ما وصلتش لحاجه توب، بس بجد ان هم يصبروا ويشتغلوا على نفسهم كتير قوي يعني. مش جاست وان ايديا، لازم تبقى ايدياز كتير قوي ويبتكروا ويحطوا حاجات مختلفه، بجد هيطلعوا شغل حلو قوي. الاسعار عندك ايه بقى؟ بتبدا مثلا من الاسعار عندي بتبدا من 20 جنيه لحد 80، بس انا لسه اسعارها حلوه جدا بالنسبه للورق وكده. بصراحه الاسعار غليت قوي بتاع الورق وكده، حتى الماتيريال اللي انت بتجيبيها. وبحاول على قد ما اقدر ان انا يعني فاهمه نسبتي برده ما تكونش عاليه قوي، لان انا ستيل في الاول. ف بس طيب قولي لنا مراحل التصنيع بتبتدي ايه وبتنتهي لحد ايه؟ التصنيع النوت بوك دي انا بقعد ديزاين على الفوتوشوب، او بعد كده بجيب من على بينترست، انا حتى شارحه في الفيديو. المهم فدي بقى بديها للمطبعه، بس بروح مكان تاني بقى من بره مدينتي خالص عشان تبقى هاي كواليتي. فبس فبروح بقى وبوريكم الفيديو. طب ايه الصعوبات اللي واجهتك في اول الموضوع؟ ان انا يعني الاوردرات بتبقى في وقت مختلف ومختلفه، فانا بضطر ان انا انزل كتير، انزل مثلا العتب اجيب الماتيريالز في ايام مختلفه، فده بيخليني ان هو بتعب قوي بصراحه يعني. كنت بنزل بعد الكليه مثلا ادور على ماتيريالز بس. انت اصلا في كليه ايه؟ فنون تطبيقيه. طيب يعني تبع يعني ربنا يوفقك يا رب. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا جماعه. الصفحه بتاعتك اسمها ايه؟ اسمها اولدش تسنيم او تسنيم ستور برضه. اوكي.